السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عزيز من جمعية رؤى التكنولوجيا اللي متبع أخبار الجمعية ديالنا. غير تفكر أننا في واحد الوقيتة طلقنا حملة لجمع تبرعات لشراء آلة سمع للسي يونس صديق الجمعية اللي هو كفيف وفقد البصر. الحمد لله بفضل من الله ثم أنتم تمكنا من أن نجمعوا المبلغ الكافي لشراء هذه الآلة، ودابا حنا غاديين باش نمشيو مع سيونس، نمشيو عنده السلة باش نهزوه للدار البيضاء ونركبوا ليه الآلة السمع ديالو ونفرحوه ونفرحوا معاه. يلا دابا في سلا غادي نمشيو مع سي يونس للدار البيضاء باش نركبوا ليه آلة السمع. السلام عليكم، اخيرا وصلنا لكازا، دابا حنا في المركز السمعي ودابا غنطلعوا نركبوا آلة السمع سي يونس. دابا داخل المركز السمعي، سي يونس هو جالس حدايا وتيساين باش تركب ليه لابارا ديالو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هو اخيرا ها هو سي يونس معايا ركب لابارا ديالو. تسمعني اخي يونس؟ اخبار الحمد لله. هاي دابا راه لاباراي تبدل السمع ولا ما تبدل السمع؟ لا خدام دابا الحياة. الحياة وخاصك تسمع هضر وطير. هضر هضر. وإلا بغيتي تهنى من الناس؟ إلا بغيتي تهنى من الناس حيدهم. الله يسامحك. شكرا للجميع. شكرا لعبد العزيز الزهري، وكنشكر جمعية رؤى التكنولوجيا، وكنشكر كل شخص ساهم في فعل الخير، وكنشكر كل شخص يعني بادر الحمد لله. المبادرة الحمد لله. حنا النهار اللي وصلنا للنداء الناس ما كيتجاوبوا معنا بواحد السرعه، والله لك الحمد. فضل الله ثم فضل الناس، تيسرات الامور ولله الحمد. واخيرا يونس ها هو دابا ركب لابارا ديالو. دابا خصنا عاوتاني ما بعد لابارا، خصنا لي زافير وخصنا الخدمه وخصنا ان شاء الله. الله يجيب الخير. شكرا جزيلا للجميع. تحياتي.